صباح الخير، معاكم أيمن فاضل، شركة ناصر للطاقة الشمسية. النهاردة هنتكلم عن توجيه الألواح الشمسية. الألواح الشمسية دي لما بنيجي نركبها على هياكل تثبيت، في هياكل تثبيت ثابتة أو متحركة. المتحركة في منها نوعين بقى، نوع متحرك على محورين، يعني يقعد يتتبع الشمس رأسيا وأفقيا في جميع الاتجاهات، بحيث يبقى اللوح الشمسي ده دائما عمودي على الشمس. وفي نوع متحرك على محور واحد، يعني يبقى ايه الألواح الشمسية مثلا متوجهة ناحية الجنوب، وإنما زاوية الميل اللي هي الزاوية اللي احنا شايفينها دي هي بس اللي ايه بتتغير على حسب الموسم. النوع المتحرك على محورين ده بيتحرك طول النهار، عمال يتحرك من الصبح بالليل كده، عامل زي ايه عباد الشمس، يشوف الشمس فين ويمشي وراها. انما النوع المتحرك على محور واحد ده بنحرك احنا المحور ده موسميا، يعني بنبقى عندنا ثلاث زوايا للتثبيت، زاويه بتدي توليد للطاقه الشمسيه جيد في الصيف، تبقى الزاويه دي عاده نايمه شويه، وبعدين زاويه لفصل الربيع والخريف اعلى شويه، وزاويه شتويه دي اللي بتبقى عاليه خالص. طيب احنا بقى هنستعمل انهي نوع؟ نشوف ايه مميزات كل نوع منهم. اول حاجه، اول معلومه نحب نعرفها ايه؟ ايه فرق الانتاجيه بين الالواح الثابته والمتحركه مثلا على محورين؟ فرق في توليد الكهرباء بين الالواح الثابته اللي بتفضل ثابته كده صيف وشتاء وصبح وظهر ثابته على نفس الزاويه، واللي متحركه على اتجاهين، فرق توليد الكهرباء حوالي 20%. بمعنى ايه؟ ان انا لو جبت اللوح المتحرك ده وقعدت جبت موتور احركه صبح وليل في جميع الاتجاهات في جميع الايام، وقعدت كده زي مثلا طبله كده ورقاصه طول النهار احركه، هيجيب لي اكتر كهرباء قد ايه؟ 20%، مش اكتر من كده. يعني اللي يقول مثلا لا ده هيولد كهرباء ازيد الضعف ولا ثلاث اضعاف ولا خمس اضعاف، مفيش الكلام ده. الفرق بين الثابت والمتحرك على محورين 20%. والفرق النتيجه النهائيه، الفرق ما بين الثابت والمتحرك على محور واحد اللي هو انا بحركه على حسب موسم السنه، ده ما بيتعداش ال 7%. طيب انا استعمل انهي بقى نوع فيهم، الثابت ولا المتحرك؟ اول حاجه نشوف موضوع تكاليف وصيانه. عشان اجيب اثبت الالواح الشمسيه دي على هياكل تثبيت متحركه بمواتير محترمه، هتكلفني ازيد من النظام الثابت حوالي 40%. ليه؟ المواتير دي لازم تبقى مواتير اوروبي عشان ما تبص مني تاني يوم، يعني لو جبت المواتير صيني دي ملهاش لازمه. لازم تبقى الهياكل نفسها قطاعاتها تقيله عشان تستحمل، طبعا لما تبقى حاجه ثابته بتبقى ثابته، فالقطاعات الحديد اللي بيتم استخدامها على ايه؟ متوسطه. انما الهيكل المتحرك ده معرض للرياح ومعرض بتاع ده الجنكشنز بتاعته ضعيفه، فلازم اتقلها، وبالتالي بستعمل حديد ايه تقيل. فرق التكلفه 40%. طب هل انا بقى عشان احصل على فرق انتاجيه في الالواح الشمسيه 20% ادفع 40% زياده؟ لا طبعا. كان زمان من 10 سنين الالواح الشمسيه غاليه جدا، دلوقتي سعر الوقت رخص، والمواتير سعرها خلال 10 سنين دي ما زادش. فكان من 10 سنين النظم المتحركه منتشره جدا في اوروبا، وهي دي ايه اللي بتحقق جدوى اقتصاديه. اما الان فالكل هتلاقي بص نلاقي كل المشاريع الضخمه اللي بتتنفذ في العالم بتتعمل بهياكل ثابته، لان اصبح ان لما الالواح الشمسيه دي رخصت واسعار المواتير والهياكل والحديد زي ما هو بل زاد، اصبح ان الجدوى الاقتصادي غير موجوده، فمالهاش معنى ان انا ادفع فلوس كتيره، طب ما احط الواحد زياده وخلاص. بس ده باختصار. انا زرت مثلا محطه شمسيه متنفذه في الهيئه العربيه للتصنيع في مصر، قدرتها 500 كيلو وات، منهم 400 كيلو وات
ثابته و100 كيلو وات متحركه. طيب المحطه دي بقى لاحظت فيها حاجه غريبه قوي. لما دخلنا على اوضه الكنترول بتاع الكمبيوتر التوليد السنوي للالواح الثابته في النهايه طلع ازيد. ازاي؟ لان الاشياء المتحركه دي محتاجه ايه؟ مواتير بيبقى لها صيانه، فالصيانه دي لما بتتمش بصوره صحيحه في النهايه المحطه بتعطل لفترات ايه؟ ممكن طويله في السنه. فالنتيجه النهائيه بتدي لي اقل. ده والكلام ده فين؟ في الهيئه العربيه للتصنيع بجلاله قدرها مليانه مهندسين وفنيين وناس مختصه تقدر تعمل صيانه. مش بالك بقى لو واحد عايز ينفذ نظام متحرك في بنزل والموتور ده عطل وخلاص وثبت على زاويه غلط او بتاع ومش عارف يحركه، هيعمل ايه؟ هتلاقي الدنيا كلها باظت معاه. فملهاش اي معنى ان احنا نستخدم ايه حاليا في الوقت الحالي المواتير والنظم المتحركه بالذات في المشاريع الصغيره جدا اللي ما فيهاش مجال للصيانه. نيجي بقى لنقطه ثانيه. الالواح دي طيب انا خلاص قلنا نثبتها بصوره ثابته، اثبتها في اي اتجاه؟ في الجنوب ولا الشمال ولا الشمال الغرب ولا ايه بالظبط؟ قاعده عامه في نص الكره الارضيه الشمالي اللي هو احنا كل الدول العربيه بتقع فيه، الالواح دي بتتثبت بنحطها كده متوجهه ناحيه الجنوب، وفي النص الكره الجنوبي من الكره الارضيه زي استراليا والارجنتين ومش عارف ايه، الالواح دي بتتثبت ناحيه ايه؟ الشمال. يبقى احنا في دولنا العربيه كلها بنثبت الالواح دي ثابته ناحيه مين؟ الجنوب الصريح. ليه؟ لان في ناس كتيره بتبقى لسه جديده في المجال تبدا تفكر وتحاول ايه؟ ما بيشوفش الاخرون انتهوا في ايه؟ والدراسات العلميه عملت ايه؟ دي حاجه يفتي. يقول لك طب انا عايز كهرباء زياده الصبح مش عارف ايه، طب ما احطها في الغرب عشان مش عارف مين، لا 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 لا. كل ده ايه؟ تضييع وقت. الالواح الشمسيه بتتثبت ناحيه الجنوب بايه؟ في نص الكره الارضيه الشمالي اللي احنا بنقع فيه. بس فول ستوب، مفيش اكتر من كده. دلوقتي لما انا هثبت بقى، طيب هثبتها كده ايه؟ ناحيه الجنوب، انهي زاويه؟ دي بقى الزاويه اللي انا هثبت عليها، هل هي مثلا 7 درجات ولا 10 ولا 15 ولا ايه بالظبط؟ تعتمد على الموقع الجغرافي اللي انا فيه. بصفه عامه كل ما اتجه جنوبا الاقي الزاويه دي قلت واقتربت من ايه؟ من الالواح دي متثبته افقيه. وكل ما اتجه شمالا زي شمال اوروبا هلاقي الزاويه دي ايه؟ قامت معايا، لان الشمس في السماء واطيه. فانا عشان ابقى عمودي عليها بصوره عامه لازم ايه؟ الالواح الشمسيه دي ايه؟ ازود زاويه الميل. الكلام ده ليه معادلات. المعادلات دي موجوده على الموقع بتاعنا النصر سولر، بكل منطقه من المناطق ليها ايه؟ زاويه نقدر نثبت عليها. طيب هل هي زاويه واحده؟ يعني احنا مثلا في القاهره بيقولوا ايه؟ عن الزاويه المثلى اللي انا هثبت فيها الالواح الشمسيه 26. هل هي زاويه واحده للقاهره؟ 26 وخلاص في جميع الاستخدامات؟ لا. كل منطقه من المناطق اللي موجوده في العالم اقدر اثبت الالواح الشمسيه بايه؟ نعتبر كده بثلاث زوايا ثابته على حسب ايه بقى؟ على حسب الاستخدام. يعني مثلا نيجي لمنطقه زي القاهره، مدينه القاهره، نلاقي ايه؟ لو انا عندي الاستخدام ده اللي انا بحط لي الطاقه الشمسيه اغلبه صيفي، يعني واحد عايز يركب طاقه شمسيه تحقق له توليد كهرباء عالي جدا في الصيف، مش مهم عنده في الشتاء، يعني عنده مثلا مكيفات كتيره في الصيف وخلافه، انما استخدام الكهرباء ضعيف في الشتاء. الاقي الزاويه دي في القاهره كام اللي انا ثبت عليها؟ ودي مكافاه بقى للناس مش عارفه، 7 درجات. هتلاقوا الكلام ده بالتفصيل موجود في الموقع بتاعنا، هيدي له توليد قد ايه؟ طيب لو الراجل ده نفسه في القاهره 7 درجات، يعني تقريبا ايه؟ شبه افقيه. الاستخدام بتاعه الكريتيكال بتاعه الشتاء، زي واحد ايه مثلا بيركب اعمده اناره
في الشوارع. يعني احنا عارفين طبعا ان اعمده الاناره دي الشتاء عدد ساعات الليل اكبر وبتاع ده والشمس اضعف، واذا ايه الكريتيكال في الديزاين بتاعي في تركيب الاعمده الطاقه الشمسيه هو الشتاء. طيب اركب بقى اعمده الطاقه الشمسيه دي على زاويه 7؟ لا، بركبها على زاويه تحقق لي اكبر انتاجيه للالواح الشمسيه في الشتاء. اكبر انتاجيه للالواح الشمسيه في الشتاء في مدينه القاهره الزاويه بتاعتها 45. شفت بقى الايه؟ الزاويه عالية قوي. يبقى انا لو اجي اركب في مدينه القاهره اعمده الطاقه الشمسيه اركبها اركب الالواح متجهه ناحيه مين؟ الجنوب على زاويه 45. طيب لو انا بعمل مشروع استثماري الهدف منه ان انا اولد كهرباء زي مثلا الفيدين تاريف او خلافه، اولد اكبر كميه من الكهرباء في السنه، مش فارقه معايا الكهرباء دي هتطلع في الصيف ولا في الشتاء ولا الربيع ولا الخريف، بستخدم حاجه اسمها ايه؟ افضل زاويه التثبيت على مدار العام. الزاويه دي في مدينه القاهره 26. يبقى انا عندي كام زاويه بقى في القاهره؟ لو انا بستخدم استخدامي بتاع ده صيفي زي واحد عنده تكييفات الصيف او واحد في مصيف في الغردقه وقافل الشاليه بتاعه في الشتاء عايز كهرباء كتير في الصيف، يبقى عندي بحط على الزاويه اللي بتحقق افضل انتاجيه صيفيه في مدينه القاهره مثلا 7، في مدينه الغردقه اللي هي حوالي 6، وفي مدينه اسوان اتجهنا بقى جنوبا هتلاقي الزاويه الصيفيه دي حوالي 4 تقل. بينما لو انا هنفذ نفس الزاويه الصيفيه دي في العريش طلعت فوق الاقي الزاويه ما بقتش 7 بقت 8. لو انا بنفذ بقى مشروع زي ما قلنا الهدف منه توليد كهرباء باعلى قدر ممكن على مدار العام لانه مشروع استثماري مش فارق معايا الكهرباء دي طالعه في الصيف ولا الشتاء، هلاقي في مدينه القاهره افضل زاويه لتثبيت الالواح 26، في مدينه اسوان 22، لو رحت مثلا اسكندريه هتلاقيها 28، في مدينه زي بيروت هتلاقيها 29. دي ايه؟ دي الزاويه اللي تحقق لي افضل، وهتلاقي في الخرطوم هتلاقي الزاويه دي حوالي 18 اللي تحقق لي افضل انتاجيه ايه؟ على مدار العام. طيب لو انا بنثبت على افضل زاويه شتويه في مدينه القاهره الزاويه دي 43، في اسكندريه 45، في اسوان 41. الارقام دي كلها موجوده عندنا في الموقع، بس انا بديكوا فكره عامه ايه الموضوع وامتى اركب دي وامتى اركب دي. طيب مثال تاني، مثلا واحد عايز ينفذ مضخه لري ارض زراعيه. المضخه دي بتسال بقى العميل انت دلوقتي عايز ميه قد ايه في الصيف وقد ايه في الشتاء. عاده بتلاقي الزراعات محتاجه ميه كتير في الصيف وفي الشتاء محتاجه كميه ميه اقل، فهعمل معادله. هل بقى في حاله المضخه دي هثبتها على زاويه 45 اللي هي الزاويه الشتويه؟ لا طبعا. انا بعمل ايه؟ مقايمه بقى. هل هثبتها على زاويه صيفيه تحقق ميه كتير قوي في الصيف ومش مهم الشتاء، ولا اخليها ارفعها شويه على الزاويه اللي هي تحقق افضل انتاجيه على مدار العام؟ فاذا كانت الزراعات بتاعه الراجل ده محتاجه ميه كتير قوي في الصيف ومش مهم عنده الشتاء، بنيم الالواح على الارض. وده حاجه الناس ما بتعملهاش، يعني كل الناس اللي شغاله في المجال واخده كده ثلاث ارقام مثلا هنا في القاهره ولا في مصر جميع كلها، يقول لك ايه؟ انا هنفذ المضخات الشمسيه دي على زاويه 30 بناء على ايه؟ ايه من انواع الزراعات؟ ما حدش بيسال نفسه. لا، لازم احط الكلام ده في اعتباري وانا ايه بنفذ محطه الطاقه الشمسيه. ايه الميه ولا اللي انا محتاجها مثلا في مضخه دي قد ايه، او الكهرباء دي محتاجها امتى عشان اثبت الالواح الثابته بتاعتي. نيجي بقى لنقطه اخيره، دي خاصه بقى بالسوق المصري اللي بدا فيه الطاقه الشمسيه تنتشر بالذات في المضخات وخلافه. طرق التثبيت زي ما قلنا المتحرك والثابت. في ناس بدات تشتغل في السوق تحاول ايه تفتي وتخترع في نظم تثبيت، يقول لك ايه؟ انا هعمل نظام متحرك بس بدل دوشه الموتور وصيانته انا هخليه متحرك يدوي. فابص الاقي ايه؟ ناس منفذه مضخات مطلوب من صاحب المضخه اللي تنفذ له المشروع انه يقعد بقى يمسك كده مثلا محطه 30 كيلو
فيها 100 بور، يقعد بقى ايه عند الثلاث عمال والاربع عمال طول النهار قاعدين ايه يلفوا كده الواح شمسيه شمال ويمين وتحت وفوق بصوره يدويه. وطبعا المشاتات دي بتبقى معموله ضعيفه فاي ريح بيطيرها. وغير كده هو ايه هيفضل بقى، تخيل انت ايه واحد هيفضل معين كل الناس دي في المحطه عنده مدى الحياه علشان يحقق انتاجيه افضل 20%، يبقى قاعد بقى ايه معاند الناس دي كده عامله زي الساقيه في الجاموسه طول النهار قاعد يلف ورا الشمس مدى الحياه 24 ساعه ولا 7 8 ساعات في اليوم طول كل يوم في السنه طول السنين لمده 30 سنه. كلام مش منطقي قوي. اللي بيحصل ايه؟ ان بعد ما بيضحك على الزبون ده ويتعمل له المحطه المتحركه يقول له انا هعمل لك حاجه متحركه هتديك كهرباء اكتر، بعد اسبوعين ثلاثه بيقعد يحرك وبينسى وبيسيبها. ونتيجه طبعا انها بتبقى هياكل الضعيفه معموله بصوره بلدي، اول شتاء ولا ثاني شتاء بتلاقي ايه الرياح جت ايه طيرتها، لان الهيئات التثبيت المتحركه لو اتعملت صح هتاخد حديد كتير قوي وهتتكلف كتير قوي. فادي ايه حاجه منتشره في الاسواق. مفيش حاجه اسمها ايه ان انا هعمل حاجه تحريك يدوي كده يوم. طيب اعمل، طب ينفع اعمل حاجه تتحرك يدوي بتاع على اللي هي على محور واحد اغير الزاويه دي، اجي كل فصل من الفصول افك شويه مسامير وانزل الالواح شويه وارفعها شويه. التجربه برضو اثبتت ان الكلام ده مش عامل، مش هيجي كل بقى ايه في 3 اشهر نقعد بقى عايزين بقى بتبقى محطات كبيره عشان اغير بقى افك بقى مليون مسمار ونقعد ننزل والكابلات واللي اتخلع واللي اتقطع واللي مش عارف ايه واللي عمل ايه. ما بتقلش مش عارف انا عشان ايه فرق 5 6% في توليد الواح شمسيه اقعد ادوش نفسي طول عمري بان انا افك واعمل الواح افك وافك مسامير زي دي وارجع اربطها ومسمار ده ضاع اتكسر ومش عارف دي ايه مش عمليه خالص. اللي عايز يعمل طاقه شمسيه في الوقت الحالي بيعملها ايه الدراسات كلها الاقتصاديه بتخليه انه يعمل حاجه ايه ثابته، والدليل ان الشركات العالميه اللي بتنفذ مشاريع بالجيجا وبتاع بتجيب استشاريين بتصرف عليهم ملايين عشان يعملوا الدراسات بتاعه الجدوى بتاعه اي مشروع، حاليا كله بيتجه انه ايه ينفذ مشروع بالطاقه الشمسيه بهياكل ثابته. طبعا انا عارف ان ايه اي واحد بيبقى داخل جديد في المجال او عايز ينفذ حاجه بيبقى ايه عايز يبتكر، بس الابتكار له حدود. الابتكار مش في ان انا ايه لازم اشوف الاخرين انتهوا بايه واكمل عليها لكن عندي حاجه صغيره، انما ابدا من الصفر من حاجه بقى لها 20 سنه بيدرسها ولا ما ينفعش. وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.